أتذهبين وتتركينني وحدي؟ طعامك عندك، أتريد شيئا آخر؟ أحب أن تشاركيني الطعام، فما عدت أطيق هذا الجفاء. عندك ما يعوضك عنه. تعرفين أنني لا أبالي بأحد غيرك، وأخاف أن تشكيني إلى ولدي، فهو عندك يسمع منك ولا يسمع مني. لو أن ولدك يهمك ما خذلت أمه وانتصرت لولادة عليها. أتحبين أن أخذ مالها وأعيدها إلى ما كانت عليه من فقر وبؤس؟ أهذا ما يرضيك؟ أنت تعرف أنني لا أحب ذلك ولا أرضاه، فلو أنني أعقد على ولادة ما ذهبت إليها أعاونها بكل ما عندي. لقد فعلت كل ما كنت تريدين، فما الذي أغضبك؟ إنما أردت معاونتها بدافع الرحمة، أما أنت فما دافعك إلى ما فعلت؟ لابد أنه الحب. الله أعلم بما تخفي الصدور. تعالي تعالي سمار، اجلسي اجلسي يا سمار. ألا تجلسين بجواري؟ بل أجلس أمامك. سمار، ولادة كانت أمامي قبل أن أتزوجك، ولكني فضلتك عليها. ثم عاودك الحنين إليها. ما هو بحنين؟ لو طوعت نفسي لألقيت بها في السجن، ولكني أكرمتها مرغما. الخليفة أرغمك، أهذا عذرك؟ ما أرغمني أحد، ولكني أكرهت نفسي على ما لا أحب، وأخذت بقول الإمام علي كرم الله وجهه: خير الأعمال ما أكرهت نفسك عليه. وما يدفعك إلى ذلك؟ الحق، الحق يا سمار. أعدت إليها ما كان لها قبل أن يتولى أبوها الخلافة، ورددت إلى بيت مال المسلمين ما زاد عن ذلك. هذا هو العدل، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى. وأين العدل فيما فعلته عندما ألقت بك في السجن؟ أعزني الله، وخرجت من السجن إلى رئاسة الوزارة. ألا أتقرب إلى الله بالصفح والعفو؟ ألا آخذ الأسوة من نبي الله يوسف عليه السلام عندما قال لإخوته: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين؟ لماذا يكون الصفح والعفو لولادة وحدها؟ لماذا لا تفعل ذلك أيضا مع إسحاق؟ إسحاق لا، طعنة صديق، غائرة في القلب. كلما زاد الجرم تزداد قيمة الصفح والعفو، ويعظم الأجر والثواب. كان إسحاق أقرب أصدقائي، وما فعله لا يفعله أشد أعدائي. ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. صدق الله العظيم، وصدقت في دعوتك، ولكن ذلك صعب علي. وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. والله لا يفوتني الحظ العظيم، سوف أبعث إلى إسحاق ليحضر الدرس في جامع قرطبة. ما هو الدليل الذي تستند إليه يا حسان
في وجوب رفع اليدين في الصلاة عند كل ركعة. قول الإمام الشافعي في كتابه الأم. وما هو دليلك يا أيمن على أن رفع اليدين إنما يجب فقط عند الدخول في الصلاة دون بقية الركعات؟ دليلي على ذلك يا ابن حزم رأي الإمام أبي حنيفة النعمان. أرى أن يكون الفصل في هذه المسألة لرأي الإمام مالك إمام دار الهجرة. بل الفصل في هذه المسألة لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وعلينا أن نبحث عن الدليل فيهما. هذا ما فعله الإمام الشافعي، رجع إلى السنة الصحيحة. وكذلك فعل الإمام أبو حنيفة النعمان، إذ رجع أيضا إلى السنة الصحيحة. الإمام مالك أعلم بالسنة، أخذها عن أهل المدينة الذين عاش بينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل علينا الرجوع إلى المصدر من الكتاب والسنة ولا شيء غيرهما. كأنك تستهين بفقهاء السنة الأربعة الذين يتبعهم المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها. أستغفر الله أن أستهين بهم أو أن أقلل من علمهم وفضلهم، ولكني أرفض التسليم المطلق بما يقولونه، فلا يحل لأحد أن يأخذ برأي أحد من غير برهان. لا يحل أنت تحلل وتحرم من غير دليل. الدليل قوله تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. وقوله أيضا: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. أنت تهوى الغريب الذي لم يقل به أحد. بل أقتدي بالصحابة والتابعين. هل سمعتم أن أحدا من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم جميعا أولهم عن آخرهم اتبع عمر أو عليا أو ابن عباس فأخذ برأيه في كل المسائل؟ ألم يكن الصحابة والتابعون يبحثون الدليل بأنفسهم من الكتاب والسنة دون الاكتفاء أو التسليم بما يقول غيرهم؟ أنت يا ابن حزم تحسن الجدال بالحق والباطل قاصدا مخالفة المسلمين في اتباع فقهائهم والأخذ بآرائهم. استغفر الله فيما قلت يا شيخ باجي، فأنا لا أجادل إلا بالحق فقط، وأسوق الدليل من كتاب الله وأفعال صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام. فهل هذا باطل؟ ثم إن فقهاء السنة الأربعة نهوا عن تقليدهم والتسليم بأقوالهم. كان أبو حنيفة رحمه الله يقول: لا يحل لأحد أن يأخذ برأيي حتى يعرف سندي ويقتنع به. وشيخك الإمام مالك رحمه الله يقول: كل يؤخذ من كلامه ويرد عليه إلا صاحب هذه الروضة، وأشار بيده إلى روضة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام. كفاك يا ابن حزم، ما عدنا نطيق سماع شيء آخر. يا شيخ باجي، كن من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. كفاك يا ابن حزم، كفاك، فقولك أنت ليس بأحسنه. السلام عليكم ورحمة الله. ابن حزم. نعم ابن حزم. قال غلامك
إنك لا تخرج من بيتك ولا تسمح لأحد بزيارتك، ولكني أصررت على لقائك. ما الذي تريده مني؟ دعوتك إلى الدرس فما أجبت دعوتي. كم كنت بحاجة إليك اليوم في المسجد. الحاضرون جميعا خالفوني، وكنت بحاجة إلى صديق يقف بجانبي. بالله عليك لا تسخر مني. يا أيها الذين آمنوا، لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. أفصح عن نواياك يا ابن حزم، قل ما جئت لأجلي. جئت أعتب عليك. دخلت السجن فما زرتني، وخرجت من السجن فما هنأتني، وعندما توليت رئاسة الوزارة ما جئت تدعو لي بالتوفيق. أتقصد ما تقول يا ابن حزم؟ أنا صادق في كل ما قلت. أيمكن أن تنسى ما فعلت بك؟ أيمكن أن أجلس؟ تفضل. يا أخي، كل الناس بخلاف الأنبياء يصيب ويخطئ، أفضلهم من كان خطأه يوازن صوابه، أما أغلب الناس فالخطأ عندهم أكثر من الصواب. كلماتك تدفع اليأس عني وتبعث الأمل في نفسي، ولكن ما جدوى الأمل وقد فقدت كل شيء. يا أخي، تستطيع أن تسترد كل شيء، تستطيع أن ترد زوجتك. سمار ذهبت إليها، تقنعها بالعودة إليك. كان سلوكها معي يدفعني إلى الخطأ. لعلها تعلمت من الدرس، ولعلك أيضا أفدت من التجربة. هيا يا إسحاق، عد إلى حياتك. ما عدت آمل في شيء، وما عدت قادرا على شيء. لقد وليت فرحات أمور المكتبات في قرطبة، ما رأيك لو عاونته؟ أنا أريد أن أجعل الأندلس منارة لمختلف العلوم والمعارف، هل تساعدني في ذلك؟ أعدت إسحاق الذي تعرف. يا أخي، أنت الآن أكثر دراية وأشد صلابة. إسحاق، سأنتظرك في المسجد أو في البيت. قل لي يا ابن حزم، أصحيح أنك أعدت لولادة قصرها ورددت إليها أموالها؟ أيغضبك ذلك؟ بعد كل ما فعلت بي وبك. ما أظنك تطلب العفو لنفسك وتأباه لغيرك. صدقت، صدقت يا ابن حزم، فليسامحنا الله ويغفر لنا إسرافنا في أمرنا. انتظروا حتى يجيء ابن حزم لتواجهوه بما تقولون. لقد أعلن رأيه أمام الجموع في وضوح ظاهر، ولن يستطيع أن ينكره. ابن حزم ينقض الدين عروة عروة، ليته يكحد مذهبا ويعترف بآخر، لكنه ينكر مذاهب أهل السنة جميعا. المالكية ثائرون، وأخاف أن يفلت زمامهم عندما يسمعون من يتجاهل شيخهم مالكا وينكر علمه. والشافعية غاضبون أيضا، وما أظنهم يصبرون طويلا. أنت خليفة المسلمين، وعليك أن تحسم الأمر قبل أن تنطلق الفتنة.
حسبتكم أنصار ابن حزم وأعوانه، كنتم أول من جاءني بعد أن توليت الخلافة يطلب الإفراج عنه. نحن لا ننكر ورعه وتقواه، ولا نقلل من ساعة علمه بالكتاب والسنة، ولكنه يعمد إلى الشطط ومخالفة المعروف والمألوف. لا أقول شيئا إلا بعد أن أسمع حجته. قل لابن حزم يعجل بالحضور إلينا. أريد سفارة تذهب إلى بلاد اليونان تنسخ ما كتبه أرسطو. أرسطو؟ الفيلسوف؟ نعم، أرسطو الفيلسوف. لا أرى تعارضا بين الشريعة والفلسفة. الفلسفة ثمرتها إصلاح النفوس، وهذا بذاته غرض الشريعة. ولكن أرسطو ليس مسلما ولا حتى من أهل الكتاب، وأخاف أن يغضب البعض عندما يرون أفكاره تنتشر بين الناس. لما أفعل ما أراه واجبا، رضي الناس وأمسخته. لقد طلعت بعض ما كتبه أرسطو في المنطق، أراه تدل على توحيد الله عز وجل. كيف نستدل على ديننا بما ليس من ديننا؟ التوحيد جوهر الإسلام، وهذا ما أثبته أرسطو بالمنطق والعقل، فماذا لو أفدنا بهذا الجانب من فكره؟ سيدي رئيس الوزراء، مولاي أمير المؤمنين يستعجل حضورك إليه. انتظر يا أسحاق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اجلس يا ابن حزم. أصحابك يتهمونك بشذوذ الرأي وغرائب الفتوى، فما قولك؟ أصحابي واجهوني في المسجد وواجهتهم، وأعود فأسألهم أي شذوذ أو غرابة في الدعوة إلى كتاب الله وسنة رسوله؟ نعود إلى الكتاب والسنة من خلال أئمتنا الذين جاهدوا حتى أحاطوا بهما. يا أخي، ولماذا نسير وراءهم ولا نحذو حذوهم؟ أنت تقول لقد جاهدوا، فلماذا لا نجاهد نحن أيضا ونستخرج الأحكام بأنفسنا؟ فكتاب الله تبيان لكل شيء، والرسول صلى الله عليه وسلم أبلغ الرسالة وما كتم شيئا عنا. كلامك ظاهره الرحمة وباطنه العذاب. تريد العامة أن يتجرأوا على دين الله ليقولوا فيه بغير علم أو مقدرة على الفهم؟ يا أخي، ليس هذا ما يدخل في العقل أو ترضاه الشريعة، ولكن القادر عليه أن يبحث في الكتاب والسنة ليستخرج الحكم بنفسه. وماذا عن غير القادر؟ الأعم الأغلب من الناس من غير القادرين. غير القادر يسأل غيره، يقول سبحانه وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ها قد عدت إلى ما تنكره. نحن نرجع إلى الأئمة لنتعرف على رأيهم في مسائل الدين. كل ما تطلبه إذن هو أن تقول للسائل: هذا حكم الكتاب والسنة، وليس رأي الإمام مالك أو الإمام الشافعي. لا أريد رأيهم، وإنما الرأي لكتاب الله وسنة رسوله، ولا يجوز أن ينسب الحكم لغيرهما. لا أرى خلافا بينكم في الجوهر، ولكن الاختلاف حول الشكل، فما هذه الضجة التي تثيرونها؟ يريد ابن حزم ألا يجعل للأئمة الأربعة سلطانا على أحد. ابن حزم لا يقصد الأئمة بذاتهم، فقد ذهبوا إلى ربهم يجزيهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، ولكنه يقصد علماء الدين الذين يحملون مذاهبهم. يا أخي، الدين علاقة بين الإنسان وربه،
وأخاف أن يفسد الوسطاء هذه العلاقة ويوجهوها لأغراضهم. أرأيتم ما فعله فواز عندما كان شيخ للمالكية؟ ليس كل علماء الدين فوازا، إنما أريد أن أسد الأبواب حتى لا يظهر أمثاله مرة أخرى. أسمعت يا أمير المؤمنين؟ يقر بأن دعوته تستهدف علماء الدين، ولكنك يا ابن حزم لن تبلغ شيئا بدعوتك، فلا علماء الدين يقبلون ولا الناس يسكتون. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا سمار؟ الحمد لله. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أسعيد به علي؟ الحمد لله. الحمد لله. سمار، ما رأيك لو أسميته رافع؟ أريده أن يرفع الكتاب والسنة ويعمل بهما. على بركة الله، هو رافع. ما هذا؟ خرزة زرقاء؟ سمعت أنها تمنع الحسد. الحسد؟ من قال لك هذا؟ إنها لا تمنع شيئاً، ذلك من عادات الجاهلية التي أبطلها الإسلام. فقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام، من علق تميمة فلا أتم الله له. إنما فعلت ذلك فرحا بولدي وحرصا عليه. من حقنا أن نفرح بأولادنا ونحرص عليهم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، ولكن نأخذ الأسوة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أول ما رزقه الله بالحسن ولد ابنته فاطمة الزهراء، رفعه بين ذراعيه وتلى الآذان في أذنيه وحلق شعر رأس الطفل وتصدق بزنة شعره فضة. نفعل كما فعل رسول الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. كذلك من السنة أن نذبح عقيقة ونقيم وليمة للأهل والأصدقاء. أريدها وليمة تليق بولد رئيس الوزراء. سوف نطعم الفقراء والوجهاء، لا حرج في التوسعة على من وسع الله عليه. جاءته بالولد. أستغفر الله، أستغفر الله. أعطاها الرجل الذي تحبه ويحبها، وأعطاها الولد الذي تتبناه كل امرأة. اللهم الاعتراض. ما كنت أظن أنك تحملين لها كل هذا البغض بعد أن قابلت إساءتك بالإحسان، وكانت وراء زوجها الذي أطلق أباك من سجنه ورد لكما أموالكما. أكثر ما أحسدها عليه ما تظهر من سماحة وتسامح، إنها بذلك تثير من يخاصمها أكثر مما ترضيه. أتمنى لو أصبح سمحاء مثلها
ولكني لا أستطيع. وما يمنعك يا ولادة؟ الكراهية في قلبي أكبر من الحب، وبغضي لها أقوى من الصفح. الأولى أن تلومي نفسك على ما أنت فيه. أعرف أنها أفضل مني، لقد أعطاها الله ما تستحق وأعطاني ما أستحق. الله لا يظلم أحدا. ما دمت تعرفين الخطأ وتقرين به، فلماذا لا تجاهدين نفسك لإصلاحه؟ أحاول يا علياء، أحاول. ما رأيك لو ذهبت إليها أحمل هديتي لوليدها وأشكر ابن حزم على ما أعطاه لي؟ أليس ذلك هو الصواب؟ نعم، وأذهب معك لو شئت. أنا أيضا أريد أن أشكره بعد أن اختار زوجي مشرفا على مكتبات قرطبة. هيا الآن يا ولادة. ولكن ماذا يقول ابن حزم وزوجته عندما يفاجئان بي؟ لو كان في السجن ما ترددت لحظة في الذهاب إليه، ولكنه رئيس الوزراء، وأنا أول ما يدور بخلده أنني طامعة في مزيد من عطائه، أو أنني طامعة في استبقاء ما أعطاه لي. لا لا يا علياء، اذهبي أنت إليهما. أنا لا أستطيع، لا أستطيع السير في مواكب النفاق التي تتزاحم على داره. لا، أنا ما زلت ولادة بنت المستكفي. أنت غريبة الأطوار، والله أخشى عليك أن يذهب عقلك. خذي زوجك واذهبي إليهما ودعاني وشأني. نعم، سوف نذهب بعد أيام ونشهد الوليمة التي يقيمها لمولوده، ولكن ليس هذا هو المهم، بل المهم أن تذهبي أنت إليهما. انظر من القادم. أليست هذه ولادة؟ نعم هي. كيف تدعوها لحضور وليمة ولدك؟ ما دعوتها، لكني أعتقد أنها جاءت بصحبة فرحات وزوجته. دعني أعود إلى داري. بارك الله لك في رافع ومتعك به. لا يجب أن تذهب قبل أن تشهد الوليمة. لا أحب أن ألقى ولادة أو يقع نظري عليها. هي الأولى بالحرج من لقائك التي أوقعت بك. دعني أذهب، أخاف أن لا أملك نفسي عندما أراها أمامي. ما أظنك تؤذي امرأة مهما فعلت بك. لا أخاف إذاءها، ولكني أخاف. تخاف؟ تكلم يا إسحاق. أخاف أن أنسى كل ما فعلت بي وأسقط تحت قدميها. لقد أكرمني الله بالسلوى، ولا أريد العودة إلى ما كنت فيه. تسقط تحت قدميها؟ ما أكثر حكايات الحب التي ذكرتها في كتاب طوق الحمامة، ولكني ما صدقت مثل حالك. أخاف لو صفحتني أو أولتني بنظرة حانية أو كلمة راضية فتعود إلى مكانها في قلبي. ما رأيت داء كهذا الذي أصابك. بعض الداء لا شفاء منه يا ابن حزم. حسبت أنني كرهتها واعتبت عليك أنك أعدت إليها أموالها، ولكني أول ما رأيتها من بعيد نسيت كل ما فعلت بي، وتمنيت لو أسألها أن تعيدني إلى مجلسها وإلى قلبها. ألا تشعر بالمهانة بعد كل ما فعلت بك؟ من يشعر بالحب لا يشعر بغيره. بالله عليك لا تلومني، لا حيلة لي. لو أنك مثلي لفعلت فعلي. إذن
تقدم إليها. لا لا أستطيع، العاقل لا يقترب من النار حتى لا تحرقه. والشجاع من يواجه النار ليطفئها ويأمن خطرها. تقدم تقدم تقدم. أهلا بضيوف الكرام، داري شرفت بقدومكم. دارك دائما بيت للكرم يا ابن حزم. أخطأت التعبير يا ابن حزم، فنحن لسنا ضيوفك بل ضيوف ولدك الوافد الجديد. وأنا نيابة عن ولدي الوافد الجديد أرحب بكم. كيف حالك يا إسحاق؟ أراك وصاحبك ابن حزم على أحسن حال. لعل ذلك لا يغضبك. لا يغضبني ولا يرضيني، ذاك شأنكما. نعم الوفاق بعد الجفاء. ليست جفاء يا علياء، بل سحابة صيف مرت بسلام. لقد ألحت علي علياء في الحضور إلى وليمة ولدك، ورأيت ألا أخيب رجاءها. لا أستغرب حضورك يا ولادة، الغريب ألا تحضري. على أي حال لست نادمة على الحضور، ما تعودت أن أفعل شيئا أندم عليه. ولما الندم؟ فولدي الوافد الجديد لا يعرفك بعد. حدثتني ولادة عدة مرات عن رغبتها في تقديم الشكر لك. شكر؟ وعلام الشكر؟ أليس هو الذي أطلق أباك من سجنه وأعاد لكما أموالكما؟ لا أجحد ذلك، ولكني لا أشكر على شيء قبل أن أعرف الدافع لها. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، هكذا يقول الحديث الشريف. إنما فعلت ما فعلت لأنني وجدت فيه العدل، العدل وحده دافعي لا أكثر ولا أقل. تقر إذن بأن ما فعلتموه بنا هو الظلم، أليس أولى أن تأسف لوقوع الظلم قبل أن تنتظر الشكر على العدل؟ استغفر الله العظيم، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعرف هذا الحديث الشريف، ولكني لا أعرف إجابة على سؤالي. الظلم هو الذي نزل بي عندما أدخلني أبوك السجن. الظلم هو الذي أصاب المسلمين عندما أهملتم مصالحهم وبددتم أموالهم. الظلم هو الذي أصابك أنت وأبيك عندما ظلمتم الناس. فلما إذن رفعت العقاب عنا ولم تؤاخذنا بما فعلنا؟ أردت أن أجمع الكلمة وأنزع جذور الخلاف، فأخذتكما بالعفو. خانك المنطق وتناقض حديثك، فمرة تقول أخذتكما بالعدل ومرة تقول أخذتكما بالعفو. وأنت خانك الفهم، فالعفو صورة من صور العدل. وأين نحن من فهمك يا ابن حزم، فأنت العالم الفقيه. وأنت يا إسحاق ماذا بك؟ أراك لا ترفع بصرك عن الأرض وكأنك تبحث عن شيء ضاع منك. أنا لا أبحث عن شيء، كيف أبحث عن شيء؟ أعرف أنني لا أجده. كيف حال زوجتك زينب؟ هل زال الخلاف بينكما؟ عاد بيننا وثاق ولا خلاف. لماذا لا تذهب لاسترضائها؟ بالله عليك يا ولادة دعيني لحالي، راحتي في اليأس وشقائي في الأمل. ماذا أعددت لشؤون المكتبات في قرطبة يا فرحات؟ أريد العلم ميسرا للعامة قبل الخاصة. أخذت 20 كتابا جديدا أنوي نسخها. دعيهم لشؤون السياسة والإدارة، ولنذهب إلى ما جئنا من أجله. أين زوجتك ووالدها؟ بالداخل، تفضلا.
مرحبا بكما. كم أسعدني حضورك يا ولادة. أتهزئين بي؟ بل أعتز بزيارتك. تفضل. هل نسيت ما فعلته بك عندما جئت إلي؟ يا ولادة، ما لنا وما كان. جئنا يا سمار كي نهنئك على المولود العزيز. ما اسمه؟ اسمه رافع. رافع؟ ما شاء الله، بارك الله فيه، ويكون بإذن الله اسما على مسمى. جئت بهذه للمولود، لعلك تقبلينها. ليس من اللائق أن ترد الهدية. ولكني رددت هديتك من قبل، فلماذا لا تفعلين مثلي؟